ماكو يعني ماكو فايدة، ازدحامات بلا فايدة، يعني هيك بس مأذين العالم ومأذي هيك، يعني السيطرة ثلاث أرباع الساعة ساعة وخمس سيطرات من 50 متر. أنا جاي من الحلة رايح للعلاوي. وهاي صار ساعتين ثلاث ساعات أنا طالب من المدخل هسه لحد ما أوصل للعلاوي. هاي ساعة من سعود هسه راح نوصل للساحة. يعني بعد تقريبا ساعة ساعتين لازم الصبحية وعندي شغل. وهذا كلها مسدود. ما أعرف يعني اسمك من ما أدري يعني. إحنا لو الصين شلون؟ يعني ما اعرف شلون لا سوينا فتح لا سوينا فتح شيء يعني هاي كلها ما اعرف يعني ليش تقوم والزحامات ما لها داعي يعني ما بيها فايده راح للزورة غير يتونسون بالعيد هم جاي يتعبون العالم ما جاي يونسون جاي يسوون ازدحام ما له داعي والله صار لي ساعتين بهذا الازدحام من البيع للشارع الزحام الثاني هذا اي جيت طبيت بي رايح للدوام كنا صار ساعه يعني احنا جينا من الفلوجه ربع ساعه وهاي احنا من يا معود وقف